حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا الحسين حدثني يحيى قال حدثني ابو سلمه حدثني بصر بن سعيد قال حدثني زيد بن خالد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا